طبعا نحن باليوم العالمي لحقوق الانسان ما لنا شايفين شيء من حقوق الانسان، يعني قصفوا الاسواق، قصفوا المشافي، قصفوا المدارس. يعني هلا اذا الطفل بده يجي على مدرسته ويتعلم، المدرسه بتلاقي المدرسه مقصوفه. طبعا اذا الواحد بده ينزل على السوق يشتري غرض، ما في سوق، قصفوا السوق، السوق فاضي يعني. وطبعا نحن عده نشطاء موجودين في منطقه ادلب، قررنا انه يكون لنا بصمه في هاليوم بانه نكتب لوحات جداريه على لوحات على الجدران يعني. ولانه شيء انه نوصل رسائل للعالم انه نحن عنا هون ما في شيء من حقوق الانسان. مجموعة من النشطاء نعمل في الداخل السوري عن طريق منظمة اسمها منظمة رؤى المستقبل. اجتمعنا انتو لنخلي بصمة لنا بهذا اليوم اللي هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وطلعت معنا فكرة الكتابة على الجدران. كتبنا انتو من حقي أنا أتعلم مثلا عن طريق الكتابة على جدران المدارس. وكتبنا مثلا بأماكن صار فيها مجازر أغلب ما مات فيها أطفال.